بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، والحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فإني أسلط الضوء على ظاهرة موجودة من الظواهر والمظاهر المخزية الموجودة في وسط أهل السنة والجماعة الأشعرية، ولن أنتقد هنا السلفية، إنما أنتقد بعض الذين يحسبون علينا زورا وبهتانا. صنف من الناس يبحث عن مصالحه، لا يريد أن يخسر أحدا، سقفه في العقيدة إن أحسنه وإن أتقنه جوهرة التوحيد، هذا أقول إن أحسنه أو أتقنه، وربما كان يتململ في الدرس، وربما كان ينام في الدرس حينما كان الأستاذ يدرسهم ذلك، وربما كان عنده اعتراضات لعدم فهمه ولا يستطيع أن يصرح بها. هذا الصنف من الناس اشتهر بالوعظ والإرشاد، ربما كان صوفيا أخذ طريقة ويقيم مجالس للذكر وعنده صلاح وعبادة، ولكن عنده خلل في عقيدته ويقول عن نفسه أشعري. فيأتي إلى بلاد الوهابية فيرى منهم ماذا؟ صلاة والتزام بالعبادات وخمار وحجاب وكذا، فيقول هذا هو غاية المراد من رب العباد، فيتساهل في العقيدة من أجل ماذا؟ أنه وجد بعض الالتزام الديني في بعض الأحكام الفرعية. وهذا الشيء موجود في بلادنا أيضا، في بلاد الأشعري، لكن هكذا نظر، قال لي أحدهم: يا أخي في صلاة الجماعة في الصبح يوجد عدد كبير جدا جدا. طيب يا أخي في صلاة الجماعة، الخوارج كانوا أكثر حرصا على صلاة الجماعة، والالتزام بالعبادات الظاهرة ليس مقياسا للحق، مقياس الحق هو الاتباع لقواعد الشريعة والعقيدة التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت في بلاد الملاوي قبل سنة، كنت في اندونيسيا، فجاء شيخ مشهور إلى سبقني إلى ماليزيا، وسألوه عن بعض، وهو أشعري، قرأ العقيدة الأشعرية على كبار شيوخها، وهو شافعي، وربما كان شاذليا في يوم من الأيام أو يخفي ذلك، فيسألونه عن عقائد الوهابية، والذي يسأله من؟ أساتذة في الجامعة. ماذا يجيب؟ دعوا عنكم هذا الكلام، هذا يفرق المسلمين، نحن بحاجة إلى ما يجمع المسلمين. هذا الكلام يلاقي آذانا صاغية لدى العوام، لدى البسطاء. أنت تخدم من بهذا حينما تسكت أهل السنة الجماعة الأشعرية؟ اسكتوا اسكتوا اسكتوا. وحينما تجلس مثل القط الأليف أو الألوف على طريقة ميسون هذه، حينما تجلس أمام مثل القط أمام أولئك الناس، طبع كتابا من الكتب فبيعت منه على حسب ما سمعت بأذني منه مباشرة، بيع منه عشرات آلاف النسخ، والموجه بهذا الكتاب، الموجه إليه الكتاب من؟ أولئك الناس. فالرصيد سيرتفع جدا إذا سمعوا أن ذلك الشيخ يتكلم في الوهابية. إذن هذا الشيخ أشعري، وهو أشعري فعلا، إذن لن يشتروا كتابه. هذا الصنف الهزيل من الأشعرية هو الذي أرهقنا، هو الذي أدخل بسبب شهوته للدنيا والمال، هو الذي سمح بدخول ذلك الفكر المتطرف إلى بلاد المسلمين. واحد آخر أستاذ جامعي مشهور يكتب كتابا، فيأتي يجاملهم في بعض المسائل، في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، هذا التوحيد الذي شق كلمة المسلمين وجعل المسلمين بعضهم يقتل بعضهم.
يجعله في كتابه. طيب أنت ليست صنع، لست من أهل الكلام ولست من أهل العقيدة، فلماذا تكتب؟ ولماذا تكتب هذا المبحث بالذات؟ من أجل المال. شيخ ثالث من هذا الصنف يتكلم بكلام زئبقي، يعني إيش زئبقي؟ مثل كلام الدبلوماسيين، لا تستطيع أن تمسكه في شيء، حتى لا يغضب هؤلاء ولا يغضب هؤلاء. من أجل ماذا؟ من أجل عقد عمل براتب مرتفع جدا في دولة خليجية، ثم بعد ذلك لم يراعوا فيه إلا ولا ذمة، وأنهي العقد وبدون سبب. لماذا؟ لماذا نتنازل؟ لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ هذه الدنيا يا إخوان زائلة، وسنغادرها كلنا، كلنا سنغادر هذه الدنيا، وكل هذه المواقف ستعرض أمام ربنا جل جلاله، وسينظر فيها وستقف ذليلا أمام ربك، لا تستطيع أن تحير جوابا حينما يقولك يا عبدي لما قدمت شهوتك في المال والدنيا وأوهمت الناس بأن هذا المذهب مذهب صحيح، وأنت تعلم أن هذا المذهب يطعن في ذات الباري جل جلاله، يجعل الباري مثل المحسوسات، يجسم الحق سبحانه وتعالى. الكبار العظام العلماء الذين سطر التاريخ أسماءهم ماتوا جائعين من أجل أن لا تنخفض كلمة الدين. هل كان الكوثر رضي الله عنه عاجزا؟ واحد أشعري كبير من بلاد الشام، شيك صك يعني، يأتيه من أحد الملوك بقيمة تساوي ثمن فندقين في وسط دمشق، والشيخ معروف يكتبه في مذكراته، يكتب ذلك في مذكراته. واحد ثاني آخر شيخ في مصر أيضا، هذا قاضي والثاني قاضي، كلاهما يقرران في قانون الأحوال الشخصية أن الطلاق الثلاث يقع واحدة، إكراما لخاطر الوهابية، مع أنه حدثني الدكتور خليل ملا خاطر حينما ناقش ابن باز في هذه المسألة يقول رجع إلى مذهب الحنابلة لقوة أدلة الجمهور والأئمة الأربعة، القاضي المصري والقاضي الشامي كلاهما يكتب في يساعد في قانون الأحوال الشخصية على جعل الطلاق الثلاث مرة واحدة. من أجل ماذا؟ وكلاهما يقبض، ويقبض بأرقام خيالية. يأتي لمسكين إمام الدنيا شيخ الإسلام الكوثري ويكتب الإشفاق على الطلاق، هو حزين يبكي الإمام الكوثري، ويخرج من الدنيا بخمسة قروش. من يعرف هؤلاء؟ التاريخ لم يخلد لهذا ولا ذاك، خلد الإمام الكوثري. فنحن من أفضى إلى ما قدم نسأل الله له الرحمة ولا نطعن فيه، ولكن لا نريد أن يتكرر الأمر. علينا أن نتعظ من دروس الأمس، دينك دينك إلزم دينك، إنما هو لحمك ودمك. إذا كنت ترى أن هذا قول الجمهور وقول الأئمة وهذا الموافق للحقيقة، فلماذا تتنازل عن دينك؟ لماذا تتنازل بهذا؟ من أجل المال؟ والله لن تموت من هذه الدنيا حتى تستكمل رزقك. قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا الشك الذي أتاك بذلك المال سيصل إليك لا محالة بدون أن تتنازل عن شيء من دينك. هذا النوع من الأشعرية الهزيل طبعا يرفضون التجسيم ولا يقبلونه، ويهزؤون بمن يقول بهذا، ولكن لا يكتبون شيئا، كلمة واحدة لا يكتبونها ولا. والناس انظر ما شاء الله الشيخ فلان، يا أخي أنت أعلم من الشيخ فلان، يأتون إلي، والله أتاني طالب شيشاني يقول لي
الشيخ فلان قالوا في يوم تعزيته كنت حاضر يوم العزاء، وحقيقة في مبالغة كبيرة جدا، قالوا يوم عزائه هو، قالوا كان هو المتكلم رحم الله الجميع كلاهما مات، المتكلم والمتكلم فيه، المتكلم قال قالوا عن الشيخ محي الدين بن العربي كان أعلم من أهل كل علم في فنهم. يقول سمعت من الشيخ المرحوم هذه العبارة، كان الشيخ محي الدين ابن العربي أعلم من أهل كل علم في 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 علمهم، وأنا أقول هكذا المتكلم، شيخنا فلان كان أعلم من أهل كل فن في فنهم. فجاء هذا الشيشاني المسكين الذي حضر ذلك العزاء ويقول كيف تقول توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية هذا شق كلمة المسلمين وكذا وكذا، وكيف تقول الصفات كذا وكذا، والشيخ فلان الذي كان أعلم من أهل كل علم في فنهم يقرر خلاف هذا. سيبقى هذا ربما مئات السنين وربما آلاف السنين يضل الناس عن سبيل الله تعالى. لماذا؟ بسبب التنازل، المجاملات، من أجل الدنيا، لأجل الآخرة؟ لله؟ لا أبدا، ليس لله سبحانه وتعالى. لماذا أقول ليس لله؟ لأننا كنا نسمع في مجالسهم الخاصة خلاف هذا الكلام الذي يقولونه للعامة. وأخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.